سعود من القصيم، تفضل يا سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ طول العمر الله يحفظك، أمي في قدمها غرغرينة، وهل يجوز تتوضأ بالعضاء مع القدمين أو أنها تتيمم؟ تتوضأ في الأعضاء الصحيحة، تغسل الأعضاء الصحيحة، وأما العضو الذي لا يستعمل فيه الماء لأنه يزيد المرض تتيمم عنه، تغسل الصحيح وتتيمم عن غير الصحيح الذي لا يناسبه الماء. نعم.